فهبدأ برضوى. خدتي وقت في تحضيرك للدور ده؟ بصي بصراحة لأ. ليه؟ ده تالت مسلسل صعيدي أعمله وعملت أكتر من 10 مسرحيات صعيدي. أنا عايشة في الصعيدي بقى. أخرجت صعيدي وأنا أصلا بحب قوي الجنوب والتراث، والصعيد مليان حواديت ومليان قصص، ولو تعمقتي فيه هتحبيه قوي قوي. فانا بالنسبه لي الصعيد ده لا، دي متعتي يعني. انا خلاص بقى لعبتك يعني. مبسوطه بيه. انا الصراحه لا يعني عملت تحضيرات كبيره جدا. انا عملت صعيد كتير في المسرح. انا بدرس مركز الابداع الفني مؤسسه خالد جلال. بس اللهجه عن لهجه هتختلف طبعا، واللهجه دي كانت صعبه جدا جدا وتقيله. استاذ حسني كان حريص جدا ان هو يطلع كل حاجه بيور صعيدي جدا، ما فيش اي اختلاف خالص، واللهجه تطلع صح. فده ما كانش سهل. وبرضو اوكي انت ممكن تذاكر اللهجه وتبقى تمام، بس لو هتاخد من احساسك كممثل انت هتقعد فخ وحش جدا. فانا كنت مركز جدا في كل فتره التحضيرات مع طبعا المؤلف احمد وفدي، هو من الصعيد، استاذ حسني صالح في البروفات، ان احنا نشتغل كويس جدا على اللهجه عشان في اللوكيشن دي تبقى اخر هم. وكان معانا استاذ شاذلي فرح طبعا، كان بيصحح لنا اللهجه، كان ممثل معانا، ممثل كبير اصلا من الصعيد برضو، فبرضو ساعدنا بشكل كبير جدا. فاحنا كنا برضو محظوظين ان احنا كان في ناس دايما يعني لا بتساعدنا وبتلحقنا. فالحمد لله لا في اللوكيشن خلاص كل واحد بقى مركز في شخصيته ومركز في المشاهد. كل واحد فينا عارف ان ده مسلسل كبير ففرصه كويسه، فانا لو ما استغلتهاش كممثل اكون يعني مش ذكي. يعني بس. طب عمر انت سبق مثلت قدام باباك الفنان الكبير محمد رياض، قولي بقى التجربه دي مختلفه عن اللي فاتت؟ مختلفه عن اللي فاتت. وهل بتحط بريشر عليك؟ لا لا خالص، مختلفه عن اللي فاتت عشان هو يعني كان خلاص شاف ان انا برضه بدات يعني خلاص اخد على المجال اكتر، بدات اتطور اكتر. علاقتي الحمد لله باستاذ حسني كويسه جدا. استاذ حسني هو مش محتاج يعني هو مش محتاج يتدخل معايا في حاجه، استاذ حسني على طول موجود، ودي تاني تجربه مع استاذ حسني صالح. فهو وانا اصلا يعني دي حاجه طبعا مش كله هيصدقها، بس انا اصلا في المسلسل من قبل ما استاذ محمد يكون موجود يعني. انا عاجبني بشوفها على عكسك. لا لا انا كنت موجود من بدري مع استاذ حسني في البروفات وكده، فهو جه وشافني اوريدي اصلا انا خلاص محضر وعملت شغل مع استاذ حسني، فخلاص بقى هو بيركز بقى كممثل في شغله ملوش دعوه بيا. طيب اقول لحضرتك على حاجه. انا عرفت ان عمر ابن استاذ محمد رياض في نص المسلسل. اتهرجت ازاي يا رضوى؟ نسخه من احنا كنا مع بعض في البروفات يعني كنا بنحضر مع بعض البروفات. بس انتوا مفيش مشاهد ما بينكم بتجمعكم؟ لا ما اتجمعناش مع بعض، بس كنا في البروفات كنا بنبقى كرو كله بنقعد نقرا علشان اللهجه وعلشان كلنا يبقى اللهجه سهله علينا يعني، وعشان برضو ناخد على بعض يعني يبقى في ما بيننا روح حلوه. فكنا بنتقابل على طول في البروفات واتقابلنا في اللوكيشن كذا مره، وانا وعمر بقينا صحاب فجاه يعني على طول. ما هو انا نفسي اسالك ازاي يعني انتوا اصلا ما اتقابلتوش اصلا في اي مشاهد؟ لا بس بقيتوا صحاب جدا يعني. انتوا صحاب من خلال البروفات بس؟ من خلال البروفات والتصوير. يعني مش انا تقريبا عشان بنت باباه لا دي قربت طب والانطباع اللي انتوا بتاخدينه عن بعض ايه يعني؟ هل كنت شايفاه مثلا تينك او انت كنت شايفها تينك؟ يعني ايه الانطباع؟ انا يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا ما خدتش بالي انه ابن استاذ محمد رياض من كتر ما هما الاثنين بجد بروفيشنال لدرجه مش حضرتك مش تتخيليها يعني. هو ابنه، هو بيقول استاذ محمد اصلا بيقولش مثلا بابا. وفي اللوكيشن على فكره في اللوكيشن كده برضو استاذ محمد يعني هو ابنه. احنا تخيلي في البروفا عمر قاعد معانا عادي واستاذ محمد قاعد وما لهمش علاقه ببعض. فانا فعلا ما خدتش بالي والله ما كنتش اعرف. انا اللي قالت لي حد يعني انا عايز والله اقول برضو ان من غير ما اقطعك طبعا، انا يعني رضوى لما اتكلمت معاها وتعرفنا على بعض، لا هي رضوى شاطره ومثقفه جدا جدا يعني. عارفه لما تبقي في سيركل كده ناس تشجعك لقدام، رضوى كانت كويسه جدا معايا في الحته دي يعني. ما اتكلمنا مع بعض، وهي رضوى اصلا بتخرج برضو بتخرج مسرح ومثلت مسرح كتير ومثلت شاطره جدا. فلما لا يعني لما اتكلمنا وتعرفنا على بعض، لا لقيت ان لا هي دي اللي لازم ايه الواحد يتعرف عليها يبقى قريب ليها. هتديكي بوش لقدام حلو يعني. عمر دايما ثقافه الممثل بتثقل موهبته، دي حقيقه طبعا. أيوة كل حاجه. طب كلموني بقى عن كواليس اكتر موقف كوميدي حصل بينكم. انا مره طلع عليا ثعلب. عادي مش طلع عليا ثعلب بتحكي عادي. ايه اللي حصل؟ ثعلب فين في اللوكيشن؟ يعني ايه لقيتها بتقول لي عمر انا راجع وش اصفر اصلا. ثعلب طلعت بتعيش الاكشن مهما. بقول لها فين ده؟ بتقول لي هناك قدام كده شويه بتاع، ما تروحش هناك بقى وبتاع. بعد 5 دقايق رحت عادي عشان كنت عايز اعمل مكالمه، والمكالمه كانت في السيرفيس في المكان اللي فيه الثعلب ما شاء الله. وطلع عليك انت رحت بعت نفسي بقى. قلت شقه مش كنا بنصور في مكان شبه الصعيد طبعا، فكان صحراء والنتورك صعب قوي، فعشان توصلي تجيبي النتورك تمشي مشوار كده. فانا ماشيه عادي يعني صاروا في فيوم تقريبا صح؟ لا مش في فيوم. لا
معلوماتي مغلوط فيها، معلومات مغلوطه. كنا في مكان يعني في اول طريق الصعيد كده في قريه. ده انتوا بعيد. لا بعيد مش لا لا كان سفر، احنا يوميا بنسافر، واحنا كمان صورنا ثلاث شهور. انتوا كنا كل بس كنتوا في رمضان بتصوروا لسه؟ طبعا انا فضلت اصور لغايه 24 فتره. بتروحوا كده؟ لا كنا بنروح وبنرجع. لا بنروح ونرجع بس صعب برضه يا مي. صعب لا ورمضان وبتاع. لا يعني والله العظيم انتوا ابطال وتعلب، طلع لها تعلب يا جماعه. لا انا اصلا فضلت بصاله، انا مش عارفه هو تعلب ولا كلب ولا ايه، بس لقيته امور يعني. هو اطمنت من شكله. ما دام امور يبقى طيب اكيد. لا طلعت اجري طبعا ورحت لهم بقى، قلت لهم جماعه في هناك تعلب ما تروحوش هناك. بعديها لقيته اصلا جاي من هناك. كله كده النتورك، كله كده النتورك والسيرفس. اتكلم بس. طب سؤال بقى تاني، احنا يعني هي اسئله لطيفه يعني. مين بينام اكتر في اللوكيشن، انت ولا هو؟ احنا الاثنين. ده فعلا جوش دبلوماسيه، ده بجد. والله لا كتير جدا. لا رضوى رضوى انا هقفل لي ساعتين كده عشان مش قادر وبتاع. هي نفس الكلام، انا مش قادر، انا مش قادر ادخل على طول على طول. لا كنا بننام كتير فعلا. دي حقيقه. طيب اختكم ده مين بينام ربع النوم اللي بتنام؟ لا بس احنا هنشوفها تاني خلاص هقفلها. بس احنا كنا بنصور ممكن ب 72 ساعه طبعا. شغل صعب جدا طبعا، وكفايه السفر اصلا لوحده يعني. طبعا. طب في حد فيكم بيتاخر على لوكيشن؟ بكل صراحه كده يا جماعه، انا ملتزم في مواعيده وهي ملتزمه في مواعيده بصراحه. فعلا يعني عشان كده اثبتوا نفسكم. والله انا بشوف الالتزام ده طبع يعني، مش علاقه بالموهبه وانت كممثل يعني. انت ممكن تبقى ملتزم والناس ما تتقبلكش كممثل والعكس. بس هو الالتزام ده طبع لازم يكون عندك. وانا بشوف ان هو مهم في المجال بتاعنا. انا مش شايف ان بس الموضوع انت موهبه وبتاع. تعامل مع الناس والتزام طبعا. وفي حاجات كتير جدا مهمه لازم تكتسبها. احنا بنحاول بقى نعمل ده يعني. طيب اكتر مشهد انت كنت لا مبسوط يعني، انا معجب بالمشهد ده قوي وعملته حلو قوي، كان انهي مشهد؟ مشهدين الحقيقه. عشان اكون حقاني، بس المشهد الاولاني كان مع استاذ سوسن بدر اللي انا كنت فيه بعارض ابويا استاذ عبد العزيز مخيوي، وبعارضه قدام الناس. فدي حاجه في التجاليد بتاعت الصعايده صعبه جدا. فاستاذ سوسن دخلتني الاوضه، كلت قلم على طول، زعيق وانا بدافع عن نفسي، وهو ولد يعني مغرور جدا وبيحافظ على العادات والتقاليد اللي هو متعود عليها تحت اي ظرف، وبيجي على حساب ان هو ممكن يقل ادبه على ابوه، بيتعافى على اخته وبيضربها. ده في المشهد الثاني، كان مشهد مهم جدا لانه بيعبر ان احيانا كبير جدا في المجتمع مش في الصعيد بس، حقوق المراه مش يعني بتعاني كبير جدا من عرف جاهل. عبد الحي كانت شخصيه نموذج في النقطه دي. على قد ما انا كرهت جدا والناس كلها كرهتني في المشهد ده، بس على قد انا كنت مبسوط ان الناس شافت نموذج لازم يتغير. انا كنت دي عايز اوصلها، ودي الحقيقه لما شفتها من التعليقات كنت مبسوط الصراحه. وده دور الفن والممثل الحقيقه. طبعا احنا فن رساله يعني، فان احنا نبقى جزء من الرساله ده ان احنا نعبر بيه يعني. طب انت يا رضوى ايه اكتر مشهد اتاثرتي بيه؟ مشهد الأكل. طبعا أكيد الأكل. مشهد القتل كان مرعب يعني. احكي لنا عنه، عن كواليسه. كان ترند. احكي انت. كان ترند. ايوه طبعا. رضوى قبل المشهد عمر انا خايفه قوي. انا مش عايزه ادخل المشهد. بتقولي هو انا مش عايزه ادخل. انا الطلق ده حاسه حقيقي. انا خايفه. مفيش يا بنتي عادي والله، ده عادي جدا. هقول لك ليه. كان في قبل المشهد البيت كله بيتكسر يعني. احنا كنا المفروض قاعدين على السفره وبنتكلم وبناكل وكده، وبييجوا من بره يضربوا نار. فالبيت في طبعا فيوزات بتفرقع. فالفيوزات دي الفازات كلها اتكسرت، الازاز كله اتكسر. انا كنت مرعوبه من التكسير اللي حواليا اكتر من الفيوزه اللي هتفرقع فيا انا اصلا. واستاذ محمد رياض برضو بصراحه كان قلقان علينا جدا يعني، كان خايف ازاز حاجه تطير، حد يتعور. فكان المشهد كان طبيعي بشكل، وخدناه على فكره وان شوت، ما عدناش ما وقفناش خالص. خدناه وان شوت وطلع بطبيعته. وكنا بنصرخ بجد وخايفين بجد، استاذ محمد خايف علينا بجد ومرعوبين بقى. طبعا جينا في الشوت بتاع ضرب النار، انا ما شفت الفيوزات بتكسر، الصوت مرعب وعالي قوي. لا كانت خايفه بجد، انا كنت شايفها على المونيتور ان هي كانت مرعوبه من المشهد ده. فانا رايحه اطمن على صاحبتي اشوفها بتعمل ايه. اصلا قلت لها صاحبتي كنا ابعدوا عنها. كان معانا بصراحه حد بروفيشنال برضو اللي كان عامل لنا الفيوزات وكده. واحنا بنركب الجهاز قلت له انا حاسه من القوه انا هتنطر 2 متر ورا يعني، انا مش هاخد طلقه انا هطير. فقال لا ما تخافيش وانتي متامنه وكله تمام وكده. بعدين لما عملنا المشهد، فبعد ما خدت الطلقه في كلام ما بيني وما بين استاذ محمد، انا بموت المفروض، انا اداء استاذ محمد بقيت بعيط.
يعني انا قبل ما اموت والله الدموع نازله بعيط من وجعه موجوع وجع يعني. لا كان عبقري بصراحه، ولو المشهد ده طلع ترند فهو فضل استاذ محمد رياض واستاذ حسني صالح بصراحه. والله انتوا كلكم بجد عملتوا شغل حلو قوي في المسلسل، والمسلسل كان حلو، وانا ببارك لكم على المسلسل ويعني نشوفكم بقى ان شاء الله كمان. يعني زي ما انا قلت في البدايه انتوا لسه شباب طبعا، بس هتبقوا بقى ان شاء الله من نجاح لنجاح. هم اثبتوا نفسهم حقيقه، انتوا نورتونا. الله يعني نورت الدنيا، وان شاء الله تبقى حلقه لطيفه يعني. ان شاء الله اشكركم. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، يا رب تكونوا استمتعتوا. بريك سريع ونرجع ليكم مره ثانيه.